المدخل ده لا يعتبرش مدخل طالما في مواقف عشوائية، طالما غير منظم مروريا. احنا خطتنا كان تنظيم الشوارع او الطرق اللي في المنطقة، تنظيم الشوارع وفي نفس الوقت تنظيم الدورانات، تخفيف الضغط على المنطقة اللي هي مطلع المعادي، لان دي منطقة توقف كل يوم الصبح بيقعد لغاية الساعة 11 الصبح الطريق متوقف. احنا العربيات كلها واقفة في نص الشارع، مواقف عشوائية، جنبيها على طول بتاع الاشغالات. النهاردة زي ما انت حضرتك شفت كله داخل موقف. صحيح النهاردة لسه بداية يوم، لسه ما فيش تنظيم الكافي، لكن ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي لازم يكون في تنظيم كامل من ادارة المواقف، لان ادارة المواقف النهاردة مش داخلة بقوتها. ان شاء الله بكرة هيبقى فيه داخلة بقوتها ان شاء الله. موقفين بنحس نضم كل العربيات الخارجية اللي بتشتغل الاقاليم او العربيات اللي بتدخل تشتغل داخلي سواء للقاهرة او للجيزة، كلها بتدخل في الموقفين زي ما حضرتك شفت موقف هون، وان شاء الله هندخل في الموقف الثاني كل المواقف الثانية الداخلية ان شاء الله. ان شاء الله دي خطة للمواقف المريد بس ولا خطة عامة على محافظة؟ لا، خطة للجيزة كلها، خطة للجيزة. ما فيش حتة في الجيزة لازم نعملها كلها مواقف زي ما حضرتك شفت كده ان شاء الله. طب يعني مثلا ميدان الجيزه هيكون في تصرفات ان شاء الله؟ ميدان الجيزه ان شاء الله داخل عليه الايام دي تخطيط، بعد ما الامور تهدى هنا هندخل كل العربيات اللي في ميدان الجيزه كلها، سواء منزل مراد، منزل الجامعه، شارع ربيع الجيزي، كل المنطقه اللي هي شايفها مواقف عشوائيه برضه دي كلها لازم تدخل ميدان الجيزه، ولها تخطيط تاني ان شاء الله معانا ان شاء الله في بعد ما ننتهي من الموقف ده ان شاء الله. شكرا. اتعمل هنا كويس، بس يا رب يمشي. بس كويس التطوير ده بان في موقف خاص للميكروباص في المنيب. احنا تعبانين يعني، لنا حوالي 10 15 سنه ما فيش موقف ولا في اي حاجه. يا ريت يكون موقف ونلتزم كل يوم. شكرا. تحب تعرف بحضرتك؟ سيد خطاب المقاول اللي ماسك التنفيذ الميداني. بشمهندس سيد، كلمنا عن الموقف النهارده والتطويرات الجديده اللي فيه. التطورات الجديدة كويسة، بس الناس تحافظ، الناس تلتزم بالمحاور اللي معمولة، هتلاقي في انسيابية في المرور. أهم حاجة النظام. هنا بنقفل السور ده عشان هتخش هنا العربيات اللي هي طالعة جيزة بحر، وبلا هتطلع من هنا كده. خطوة كويسة في المنيب، هيشيل التكدس من على المنيب. بس الناس تلتزم بالمحاور اللي معمولة، هيبقى في انتظام. لو الناس ما انتظمتش وبتوع الميكروباص ما انتظموش، يبقى عندك كاننا ما عملناش حاجه. تحت امرك. انا علي شعبان فوزي، موظف في الموقف. والفكره فكره دراسه الجدوى، وقدمتها وبعت التلغراف للسيد قائد القوات المسلحه واستجاب على الفور، وانجاز عمله سياده اللواء سعيد بيت عيمه. والميدان المنيب اتغير تماما، والتحولات اتغيرت تماما، واديك شايف يعني خارجين عن القانون انتهت. ونشكر السيد رئيس مباحث اسم الجيزه احمد بيت سوقي، والسيد مدير الامن، والسيد مدير القطاع.